انك تقرا له بروح اجيب النالوزين وطاطوي ثواني لا لا ثواني بس استريح دقائق استريح ويش استريح ابو محمد تعال هنا لا اسرع استريح لا ضرب ضرب طيب بروح اجيب النالوزين خلنا النفاعي ماجد سمي يا مرحبا جنت المبدع نجم اثبتت نفسك من البدايه وبالاوان الاخير اكثر والان ننتظر منك الكثير ونرى فيك الكثير استمر لا تستسلم هذه رسالة أتوقع أنها توفي أشياء جدا كثير داخل قلبك هذه رسالة مبطنة اللي هي الماجد كان مقصر كثير في الأيام اللي راحت وعديت البرايم الأول وعديت البرايم الثاني اليوم البرايم الثالث فقسما بالله العظيم عندي إحساس أنه مو بني بطلع إحساس يعني 50% 50% راجع يا طالع الله يوفقك فرسالتهم هذه أنا أوعدهم إذا رجعت والله ثم الله اللي تشوفون تغير كبير في ماجد الأفضل الله يكتب لكم الخير تشرفت فيكم ومن افضل الحلقات اللي قدمتها يا حبيبي عبد الرحمن والله يسعدكم ويا رب اني ما اخطيت على احد او زعلت احد انت اللي والله اعذرنا اذا قلنا شيء انتم اخواني قصرنا في شيء في قلبي